الحقيقة اتكلمنا في الحلقة الماضية عن نظام الإيجارات في مصر وعن نشأته وعن التطور التاريخي له. قلنا إن نظام الإيجارات في مصر كان مستنبط لما كان هو مطبق في النظم القانونية الأوروبية، وإن في أعقاب 1900 إن سنة 1920 دي إحنا بنتكلم في أعقاب الحرب العالمية الأولى، كانت الدول الأوروبية والعالم كله كان خارج من أزمات سياسية واقتصادية وعسكرية طاحنة جدا. كان بيتسم نظام الإيجارات إن هو بينصر المستأجر إلى حد كبير جدا جدا، لأن يعني هناك دول مهدمة بالكامل، وهناك دول مهددة إنها يعني تتشال من على الخريطة وإنها تتحذف تماما وإنها تحتل بالكامل أو تقع تحت وطأة الاستعمار. فالحقيقة كان كل القوانين في هذه الفترة كانت في صالح المستأجر 100%. وقلنا كمان في الحلقة اللي فاتت إن من أشد يعني ومن أكثر القواعد التي كانت بتنصر المستأجر بشكل كبير جدا على المالك هو أن الامتداد كان حتى القريب من الدرجة الرابعة للمستأجر. يعني لو المستأجر قاعد في شقته النهاردة وتوفاه الله، من الممكن جدا أن عقد الإيجار يمتد لحد ابن عمه أو ابن خاله اللي هو القريب من الدرجة الرابعة. بسبب ذلك قلنا أن لحد الثلاثينات تقريبا ولحد الأربعينات كمان أصبح الناس وأصبح المواطنين المصريين بيعزفوا تماما عن الاستثمار العقاري. اللي معاه قرشين عايز يفتح ورشة، يفتح مصنع، يفتح محلج قطن، يفتح يعمل مزرعة صغيرة على قده، يعني أي نشاط ما عدا النشاط الاستثمار العقاري. لأنه لما بيستثمر في العقارات ويجي حد يقعد فيها بتبقى الأجرة زهيدة جدا، وبيقعد في المكان بتاعه ما بيسيبوش، فيعني هيعمل إيه المالك؟ فطبعا كان أمر صعب جدا. لحد سنة 1944 لما تم إعداد دراسة لمدة سنتين تم تقسيم فيها الإقليم المصري إلى مناطق وإلى شرائح حسب الشريحة السكانية وحسب التركيبة السكانية لكل منطقة، وتم فعلا وضع خطة للقيمة الإيجارية في كل مكان بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية لسكان هذه المنطقة. وكانت هي دي بداية الأمل علشان يعني نوزن الكفة ما بين الطرفين، حتى جاءت رياح الاشتراكية وهبت الرياح الاشتراكية من في بداية حكم الرئيس جمال عبد الناصر، وبدأ النظام السياسي والاقتصادي الجديد يطبق. فعدنا مرة أخرى إلى تثبيت القيمة الإيجارية. فالحقيقة يعني القيمة الإيجارية لما ظهر بعض التعليمات والقواعد والأوامر الرئاسية في هذه الفترة، فلقينا أن مثلا القيمة الإيجارية في منطقة بولاق الدكرور زيها زي جاردن سيتي، زيها زي الزمالك، زيها زي بولاق أبو العلا، زيها زي باب الشعرية، يعني أكثر الأماكن أو الأماكن التي تتسم بالشعبية تتساوى تماما مع الأماكن التي تتسم بأنها يعني منطقة راقية أو منطقة يعني مختلفة تماما عنها يعني في الشريحة الاقتصادية أو ما إلى ذلك. فالحقيقة ده كان شيء يعني غريب جدا ومستغرب جدا. طب منين احنا بنقول سنة 44 كان في دراسة واستمرت لمدة سنتين، احنا ليه ما استفدناش منها؟ ده بيحل اللغز الحقيقة اللي احنا دايما نقوله، ان قانون الإيجارات له علاقة شديدة جدا ويتأثر جدا جدا بالنظام السياسي والاقتصادي المطبق. ما ينفعش يبقى نظام اقتصادي مطبق اشتراكية بيعمل على دعم المواطن المصري الغلبان في هذه الفترة اللي كان خارج من تحت وطأة الاحتلال ومن تحت وطأة الاستعمار، وكنا طاردين الإقطاعيين، وكان هناك قوانين للتأميم وإعادة توزيع الثروة على المواطن المصري مرة أخرى. ثم بعد ذلك نجد أن نظام الإيجارات يتحامل على المواطن الفقير ده، يعني لسه المواطن المصري كان لسه بيشم نفسه. حتى كنا يعني لما نقعد نتابع الفترة دي في التعيينات مثلا في الجهاز الحكومي، كان أي حد بأي مؤهل بيتعين في أي وظيفة وخلاص، حتى لو ليس له وظيفة، ولكن كان لابد من توظيف الناس، لابد من تعيين الناس عشان يبقى في مرتب ثابت، عشان الناس تقدر تعيش، عشان الثورة تحقق أهدافها، علشان نخرج من تحت وطأة الاستعمار الرأسمالي البرجوازي الذي يمتص دماء الشعوب إلى حتى نصل إلى اقتصاد يعني الطبقة الفقيرة إنها تلاقي القوت يومها. فحتى في الفترة دي كان هذا هو النظام المطبق، وهذا هي سمات المشكلة الاقتصادية في هذه الفترة. فكان لابد من أن يركن القانون إلى المستأجر. والحقيقة بدأت القوانين تتغير شوية شوية،
وبدأت يعني معدلات الأجرة تكون متوسطة وتكون ثابتة إلى حد كبير جدا. الامتداد أصبح إلى الأب والأم والأسرة، الولاد والزوجة والأولاد كلهم بيمتد لهم عقد الإيجار. يعني الموضوع ضاق شوية، أو يعني بعض الأمور تغيرت شوية من سنة 1920 لحد 52 لما بدأت ثورة 52، تغيرت بعض ملامح نظام الإيجارات، ولكن أصبح هو نفس النظام الذي يدعم المستأجر في مواجهة المالك، وكأنها إعلان حرب على المالك. لكن هذه الحرب ما كانتش في هذه الفترة. يعني احنا لما بنقول إعلان حرب على المالك، هو ما كانش بيعلن الحرب على الملاك ولا حاجة، بالعكس ده هو المالك كان في هذه الفترة كان ممكن البيت مثلا أو العمارة تكلفه 500-600 جنيه، كان في سنة أو سنتين كان بيلم إيجارهم، يعني هو بيلم ثمن البيت. لكن هو لما تطور الأمر بعد ذلك وأصبحت مصر تسير في ظل النظام الرأسمالي، وأصبحت رؤوس الأموال زادت جدا وكبرت جدا وكترت جدا، بدأت الأمور تتغير، وبدأت إن هذه الأجرة تبان إنها أجرة يعني صغيرة جدا جدا، وإن عقد الإيجار ممتد إلى يعني ما شاء الله يعني أكثر من 100 سنة ولا حاجة، على ما المستأجر الأصلي يموت ويجي أولاده وابنه الكبير والصغير ومراته وأبوه وأمه قاعدين، وصاحب البيت ما هوش لاقي دلوقتي. حتى وصلنا إلى إن أصحاب الأملاك حاليا أولادهم قاعدين في إيجار جديد، والشقق الإيجار القديم بتاعت آبائهم وأجدادهم مقفولة لحد النهاردة، حتى المستأجر نفسه مش قاعد فيها، ولا أولاد المستأجرين حتى قاعدين فيها. فالنظام تغير كثير بشكل كبير جدا، أو بدأنا إن احنا نغير فيه لما صدر القانون سنة 79، قانون الإيجارات المصري، أول قانون إيجارات مصري بصبغة مصرية. بدأ فعلا يعني الكفة إلى حد ما تتغير شوية، بدأنا نضيق شوية أحكام محكمة النقض، بدأت تظهر، بدأت تطلع، بدأنا نحدد شوية إيه هي القواعد اللي ممكن يطرد فيها المستأجر من الشقة بتاعته، وإمتى ينتهي عقد الإيجار. بدأ يكون هناك ملامح واضحة لعقد الإيجار، وملامح واضحة للعلاقة الإيجارية، حتى لو كانت ما زالت تتسم بالأبدية أو باستمرارها أو بطولها، ولكن أيضا كانت هذه العلاقة بتحكمها ضوابط واضحة وملامح قانونية واضحة. نستكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة ما هي ضوابط هذه العلاقة وما هي ملامح هذه القوانين، حتى وصلنا إلى القانون رقم 10 سنة 22، قانون الإيجارات المصري الجديد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.